حقيقي. وكمان يعني انت كمان من خلال النهارده كابتن محمود الخطيب اعتقد اقتحم الاستوديو، كان حريص انه يسلم عليكم فكانت كمان لقطه، هي لقطه عفويه بتدل على مدى تواضع هذا الشخص، صحيح، مدى قيمه هذا الشخص وامكانياته واسطورته كمان واخلاقه وادبه، في انه يجبر العالم كله على احترام، يجبر كل من يكون متواجد في اي مكان وفي اي حدث على احترامه. تواجد الكابتن محمود الخطيب ازدادنا شرف في القناه، ازدادنا شرف كمان على الهواء ان يكون تواجد اسطوره كبيره جدا بحجم الكابتن محمود الخطيب. يا جماعه الخطيب مش مصر بس، الخطيب افريقيا، الخطيب الوطن العربي، الخطيب اسمه بقى موجود في كل مكان في العالم، وده مش عشان هو رئيس النادي الاهلي فقط لا غير، ولكن اسم الخطيب ككره قدم موجود ومسطر في التاريخ، وده التاريخ بيقول كده مش احنا اللي بنقول كده. ف وجهه نظري ان اللقطه نفسها جت بالنسبه لنا مفاجاه، ومفاجاه كبيره جدا، وبالتالي لما يخش عليك الاسطوره الكرويه كابتن محمود الخطيب لابد ان تقف لها احتراما، وتحترم الخطيب انت بتحترم مصر، تحترم اسم مصر، تحترم قيمه مصر، لان الخطيب قيمه كبيره جدا. اذا كنا بنتكلم على الاساطير الفنيه، اذا كنا بنتكلم على الاساطير الكرويه والرياضيه، فمحمود الخطيب ابقى اسطوره، وده مش عشان انا في قناه النادي الاهلي، ولكن هو اسمه كده، وضعه كده، قيمته الحقيقيه، وبالتالي مجرد تواجده ان يجي يلقي التحيه علينا في قناه ابو ظبي راديو في الاستوديو على الهواء، انا اعتقد ان هذا شرف لينا ووسام لينا كلنا على صدرنا، كل من كان متواجد في قناه ابو ظبي راديو في الاستوديو، وكل من يعمل في قناه ابو ظبي الرياضيه، وكل من يعمل في الحقل والعمل الاعلامي في الامارات. اكيد. وطبعا خالد كمان احنا بنتكلم زي ما انت بتقول، الكابتن خطيب مش سفير للنادي الاهلي بس، دايما تواجد الكابتن محمود الخطيب في محافل عالميه زي دي كمان، ده اسم مصر دايما بيقول النادي الاهلي المصري، وبالتالي تواجد اسم مصر بصفه اساسيه في هذه الاحتفاليه او على مستوى الجوائز العالميه، ده اكيد بيضاف للنادي الاهلي لانه جزء كبير جدا من مصر، وصوره رائعه بينقلها الكابتن محمود الخطيب لبلده مش للنادي الاهلي بس. يعني الفكره كلها لما يذكر النادي الاهلي بيذكر اسم مصر، وبالتالي الاهلي مرتبط بمصر، ومصر مرتبطه بالاهلي، وده اللي حققه النادي الاهلي على مشوار تاريخه، وليس تقليل من كل الانديه الموجوده على مستوى الوطن العربي، ولا تقليل من الانديه الموجوده في مصر، ولكن يا جماعه التاريخ بيذكر هذا، القيمه بتذكر هذا، الالقاب والانجازات اللي حققها النادي الاهلي على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي والمستوى العربي كمان، يؤكد النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. لما يجي يذكر النهارده الجايزه يقول لك الاهلي المصري، ما معناها ان اسم مصر بيردد في كل انحاء العالم، وجائزه جلوب سكر انا بعوز احيي كل القائمين على العمل، كل القائمين على الجائزه، احيي دوله الامارات، احيي الناس اللي موجودين في دبي على التحفه الرائعه النهارده المستضيفه الحدث، وكمان تواجد الكابتن محمود الخطيب. وبالتالي اسم مصر النهارده لما يذكر اعلاميا في كل وسائل الاعلام في حدث كبير جدا متواجد فيه اساطير من كره القدم الاوروبيه والعالميه، اعتقد ان ده انجاز كبير جدا يضاف الى انجازات النادي الاهلي والقاب النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي الكبير. وانا زي ما بقول لك هذا ليس رياء، ولكن هذه حقيقه، النادي الاهلي شرف لاي مصري مهما كانت انتماءاته، معلاوي، زملكاوي، اي شخص اخر. صحيح. وكمان شرف لينا طبعا خالد انك تكون متواجد معانا، اعلامي كبير، وكمان مشرف اسم مصر بشكل كبير جدا في الاستديوهات التحليليه، ورؤيتك الرائعه وكمان مفهومك ومنظورك لكره القدم، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى ان شاء الله تواجدك معانا هنا في البيت الكبير في اي اجازه ان شاء الله خالد توصل فيها مصر، يعني البيت الكبير مستنيك. انا اللي بشكرك على اتاحه الفرصه ان اكون متواجد في قناه كبيره زي النادي الاهلي وسط جماهير النادي الاهلي الكبيره جدا على مستوى العالم، مش في مصر بس فقط لا غير. بشكرك المره الثانيه والثالثه على ان انا يعني اقدم على الاقل جزء بسيط من قيمه واحترام واسم النادي الاهلي اللي احنا اتشرفنا بيه ونتعلق بيه وننتمي ليه في كل انحاء الوطن العربي. بشكرك المره الثالثه والاخيره ان النادي الاهلي فعلا قيمه حقيقيه في مصر، ولازم الناس كلها تعرف كده ان الاهلي يشرف اي حد مصري مهما كان كل انتمائه. شكرا جزيلا خالد بيوم الإعلامي الكبير والمحلل الرياضي بقناة أبو ظبي، بنشكرك شكرا جزيلا.